هكذا مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء، نجدد التحية والترحيب بانطلاقة شوط جديد، وهو شوطنا السادس الذي يحمل فئة الجعدان المفتوح لأصحاب السمو الشيوخ ولمن يرغب من أبناء القبائل بالمشاركة والمنافسة في هذا التحدي الكبير والجميل. نسير مباشرة نحو المقدمة، نحو الصدارة والبداية الأولى اللي على المقدمة الأولى. هنالك الواعية لسلطان بن سعيد بن مهير بن رحمة الدرمكي من يتقدم في هذه اللحظات، بينما المركز الثاني الوصول والدخول من قبل الغزال لحرب بن سهيل بن صالح العامري، بينما نقلتنا وياكم الى ثالث المراكز حيث الوصول والدخول من العابر لسيف بن عبيد بن حلوس العامري. المركز الرابع القدوم في هذه اللحظات وفي هذه الاندفاع الكبيرة والممتازة، هنالك رعد لسعيد بن محمد بن سلطان العويسي من يصل في هذه اللحظات متسللا من مركز إلى مركز، بينما المركز الخامس الوصول في هذه اللحظات من قبل الظبي لسعيد بن عتيق بن سعيد المقعود الفلاسي من يصل في هذه اللحظات، بينما القدوم في سادس المراكز حيث الوصول من قبل هنالك مفجر لحسن بن عبد الله بن غليطه الاغفلي، بينما هنالك القادم في سابع المراكز هنالك الحذر للشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، وعتيق بن سالم بن عبيد بالعرطي من يتابعه في عمليه التضمير والتدريب، بينما نقلتنا الى المركز التاسع حيث الوصول من هنالك هياض لخالد بن عبيد بن احمد الظاهري، والمركز العاشر الله اللي وصل الان وتحرك في هذه اللحظات هذا هو مقصص للشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، ومسري بن سالم بالعرطي الحميري من يتابعه في عمليه التضمير والتدريب. هكذا هي النتيجة للمراكز الأولى المتقدمة في صدارة هذا الشوط، بينما هنالك أسماء وشعارات كبيرة وعملاقة لم يحرموا دخولها إلى دائرة النداء، ولنا عودة إلى المقدمة إلى البداية إلى المقدمة الأولى. الله الواعي 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 من يتقدم بهذا الأداء الجميل بهذا الحضور المشرف لسلطان بن سعيد بن مهير بن رحمة الدرمكي من يتقدم بهذا الأداء الجميل، بينما رعد غادم في ثاني المراكز سعيد بن محمد بن سلطان العويسي من يتقدم على ظهر رعد. المركز الثالث هنالك العاب لسيف بن عبيد بن حلوس العامري، يا سلام من القادم من المتحرك في هذه اللحظات، هذا هو مفجر لحسن بن عبد الله بن غليط الاغفري من يتقدم على المستوى الرابع. اما المركز الخامس خامس المراكز وصل الان وتحرك الظبي سعيد بن عتيق بن سيف المقعود الفلاسي من يصل في خامس المراكز، هكذا هو نداءنا الثاني للخمس المراكز الأولى للخمس المراكز المندفعة في صدارة هذا الشوط، بينما هنالك أسماء وشعارات كبيرة وعملاقة لم هنالك نعود إلى البداية نعود إلى المقدمة الأولى حيث التواجد من الواعي. الله الواعي اللي يتقدم في هذه اللحظات بهذا الأداء الجميل وبهذا الحضور المشرف والكبير على مقدمة هذا الشوط حتى هذه اللحظات، بينما المركز الثاني وصل الآن وتحرك العابر سيف بن عبيد بن حلوس العامري من يتقدم في هذه اللحظات، بينما الوصول والدخول في ثالث المراكز من اللي قادم هنالك الواصل
انفجر حسن بن عبد الله بن غليطة الغفلي من يتحرك في هذه اللحظات وفي هذه الاندفاعة الكبيرة والممتازة. عودة إلى المقدمة، عودة إلى البداية، إلى الصراع الأمامي، حيث التواجد من مواد الواعي اللي يتقدم الواعي سلطان بن سعيد بن مهير بن حمد الدرمكية، من يتقدم بهذا الأداء الجميل وبهذه النوعية الفاخرة التي تتقدم، بينما القدوم والوصول في هذه اللحظات من قبل مفجر. ديروا بالكم من مفجر اللي قادم في هذه اللحظات، حسن بن عبد الله بن غليطة الغفلي من يتقدم في ثاني المراكز، المركز الثالث الله العابر سيف بن عبيد بن حلوس العامري العامري. بدأنا ندخل إلى الغلاف الجوي الأخير، إلى الكيلو المتر الأخير، وهنالك الواعي اللي على المقدمة، اللي على البداية الأولى منذ انطلاقة هذا الشوط وحتى هذه اللحظات. يبدو أن الشوط قفل مع الواعي لسلطان بن سعيد بن مهيل برحمة الدرمكي من يتقدم، والعصاكوس حتى هذه اللحظات، بينما القدوم والوصول من مفجر حسن بن عبد الله بن غليطة الغفلي من يصل في ثاني المراكز، المركز الثالث الله العابر سيف بن عبيد بن حلوس العامري. لكن شوف المقدمة، شوف البداية الأولى، هذه النوعية الفاخرة، هذه النوعية المتميزة بهذا الأداء الجميل، بهذا الشكل الأجمل اللي على مقدمة هذا الشوط. الواعي الواعي لسلطان بن سعيد بن مهيب بن رحمة الدرمكي، يا سلام يا سلام يا سلام، بدون أي أوامر، بدون أي تعليمات، حتى هذه اللحظات والحصى في الأبطان بدأت تزيد السرعة، بدأت تزيد السرعة سرعة. بسم الله ما شاء الله على هذا الأداء الكبير، على هذا التحدي المتميز الذي يقدمه هذا البطل العملاق اللي على مقدمة هذا الشوط. الواعي 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 لحظات وصوله إلى خط النهاية، معلنا الفوز والانتصار لسلطان بن سعيد بن مهير بن رحمة الدرمكي المركز الثاني. وصل هنالك القادم انفجر حسن بن عبد الله بن غليطة الغفلي المركز الثالث. وصل هنالك العابر سيف بن عبيد بن حلوس العامري. هكذا هي النتيجة للثلاث المراكز الأولى. وعود إلى التوقيت الزمنية 7:39 بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس إلى جميع الفائزين.